في أسبوع الآلام تفتكر الألم ولذة الألم وبركة الألم وأكاليل الألم. في أيامك العادية بتفتكر لذة الحياة الدنيا ولذة الجسد والعين وتعظم المعيشة والأخطاء اللي بيقع فيها الناس، لكن في أسبوع الآلام الواحد يفتكر لذة الألم، يفتكر كم تألم المسيح من أجله، وكم تألم الناس من أجل المسيح، وكيف ينبغي أن نشترك معه في آلامه، وإيه مجد الألم. إن كنا نتألم معه يبقى هنتمجد معه. إن تألمتم من أجل البر فطوباكم، فترتفع فوق مستوى لذات العالم ولذات الجسد، وتحاول إنك تدخل في لذة الألم. تفتكر إن المسيح في آلامه بيقول الكتاب من أجل السرور الموضوع أمامه استهان بالخزي حاملا الصليب، السرور الموضوع أمامه. أكبر سرور للمسيح كان في إنه يصعد على الصليب ليخلص العالم. وإن كنت ترى أن السيد المسيح تألم من أجل الآخرين، فاسأل نفسك هذا السؤال: أي ألم أنا تحملت من أجل غيري أو أنا مستعد أتحمله من أجل غيري؟ وأيضا أي ألم أتحمله من أجل الله أو مستعد إن أنا أتحمله من أجل الله؟ وهكذا تلوم نفسك على فترات التذمر والشكوى وعدم الاحتمال وعدم الصبر وعدم الرضا بالألم بل السخط عليه، واجعل كل ألم يصيبك سبب في تنقية نفسك. في ناس بياخدوا الآلام علشان يحزنوا بسببها، يتضايقوا بسببها، يتذمروا بسببها، مبررين ذواتهم. لكن الإنسان اللي يستفيد من الألم لأجل تنقية نفسه يخرج كويس. ده الآباء كانوا لما بيجيلهمش ألام كانوا بيجيبوا ألام لأنفسهم ويدخلوا من الباب الضيق علشان يصلوا إلى الله. تذكر أيضا أن السيد المسيح في آلامه ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه. اسأل نفسك كم مرة فتحت فاك واتضايقت وزعقت على الناس وعلى ربنا حتى: ليه ربنا بيعملني كده؟ ليه الناس بيعملوني كده؟ ليه أبونا بيعملني كده؟ ليه الكنيسة؟ حكاية مش ناوية تنتهي على خير. كل ألم بيجيب لك شكوى، بيجيب لك تذمر، بيجيب لك ضيقة جوانية. ليه كده؟ ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاء كشاة تساق إلى الذبح كنعجة صامتة أمام جزيه هكذا لم يفتح فاء. بل إن المسيح تألم وغفر لصالبيه والتمس لهم العذر وقال: يا أبتاه اغفر لهم. فطبق على نفسك وقول: هل أنا في ألامي من هذا النوع؟ هل أنا أحتفل بآلام المسيح دون أن أتشبه بالمسيح في آلامه؟ مفروض أن أنا أتشبه به في آلامه. وفي نوعيات للألم تصيب الإنسان، كل واحد له صليبه الخاص وكل واحد ليه آلامه الخاصة. ياريت آلامنا نقدمها لربنا كذبيحة مرضية أمامه وتبقى جزء من عبادتنا.